والآن مع كلمة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي. And now with the speech of Captain Mahmoud Al-Khatib, the President of Board Directors of Al-Ahli Club. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية بس بحب أشكر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اللي هي متواجد باستمرار في كل الأحداث الرياضية، وكمان دكتورة بشرى رئيس الاتحاد الأفريقي، دكتور الأستاذ ياسر أمر رئيس الاتحاد المصري، وجودهم واهتمامهم لبطولات الأفريقية بالنسبة للمنظمة في النادي الأهلي. وعلى بركة الله نعلن افتتاح بطولة الأفريقية للسيدات رقم 37 على خيرة الله إن شاء الله بالتوفيق. شكرا. شكرا كابتن محمود الخطيب، وبالتوفيق لجميع الفرق المشاركة في بطولة الأندية الأفريقية لكرة الطائرة سيدات في نسختها 37، وشكرا طابور العرض. شكرا.